مزمور 64 هنقراه مع بعض بالتبادل. هقرا عدد وحضراتكم العدد الثاني لغاية نهاية المزمور. استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. استرني من أعمال الأشرار، من دموع الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف، فوقوا سهمهم كلاما مرا. يشددون أنفسهم لأمر رديء، يتحدثون بتمر فخاخ، قالوا من يراهم؟ فيرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. ويخشى كل إنسان ويخبر بفعل الله وبعمله يفطنون. مع بعض تاني العدد الأخير. يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب.